السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن أمراض الدريقات. معكم الدكتور مصطفى اليوسف، مقيم أمراض الغدد والاستقلاب. نحكي أول شيء التلقين عن الدريقات، عبارة عن 4 أجسام ظهارية تزن حوالي 120 ميليغرام. العلويتان تتوضعان جانب الخط الفاصل بين الثلث العلوي والمتوسط للغدة الدرقية، والسفليتان عند القطب السفلي للغدة الدرقية. قد تندمج واحدة أو أكثر مع الغدد في نسيج الدرق أو التيموس أو خلف الترقوي. تشتق الدريقات العلوية من الجيب البلعومي الرابع والسفلية من الجيب البلعومي الثالث. يمكن أن تتواجد دريقات منتبذة، إما أن تكون إحدى الدريقات الأربع أو تكون غدة زائدة. الغدد الزائدي مسؤولة عن استمرار فرط نشاط الدريقات بعد استئصال الدريقات. بالنسبة للغدد الزائدي يمكن أن تتواجد في أي مكان خلف الغدة الدرقية، أشياء مكان إلى داخل التيموس أو الرباط الدرق التيموسي. بالنسبة لتروية الدريقات، يتم تغذية الدريقات السفلية والعلوية من خلال فروع الشريان الدرقي السفلي، من خلال فروع الشريان الدرقي السفلي. يعد الغدوم الدريقي المنسي سبب أكثر شيوعا لفشل عمليات جرات الدرق الأولية وفرط نشاط جرات الدرقية مستمر. بالنسبة لتصنيع هرمون باراثرومون أو البي تي اتش، يتم تصنيعه أول شيء كعديد ببتيد مكون من 115 حمض أميني يسمى ما قبل طليعة البي تي اتش. ينقسم داخل الخلايا الدرقية إلى برو بي تي اتش أو طليعة الهرمون الدرقي مكون من 90 حمض أميني، ثم إلى هرمون الباراثرومون مكون من 84 حمض أميني. نصف عمره في البلازما يتراوح من 1 إلى 4 دقائق، وبمجرد إفرازه يتم تصفيته بسرعة في البلازما من خلال امتصاصه بشكل أساسي في الكبد والكلى، وينقسم إلى أجزاء نهائية من الأمينو والكربوكسيل ويصفى بشكل أساسي في الكلى. ينظم إفراز الباراثرومون بشكل أساسي من خلال الكالسيوم خارج الخلوي والفوسفات خارج الخلوية والكالستريول وعامل النمو الخلايا الليفية. يتم استشعار التغير في تركيز الكالسيوم من خلال مستقبلات حساسة للغاية للكالسيوم تدعى بالCASR موجودة على سطح الخلايا الدرقية. في الأفراد العاديين الطبيعيين انخفاض في تركيز الكالسيوم الشاردة أقل من 1/10 ميلي جرام على الديسيلتر يؤدي إلى زيادة كبيرة في تركيز هرمون الباراثرومون في الدم خلال دقائق، وبالعكس أي زيادة صغيرة في تركيز الكالسيوم الشاردة يقلل بسرعة تركيز الباراثرومون في الدم. يعمل الباراثرومون عن طريق ربط وتنشيط واحد من عدة أنواع من المستقبلات أهمها الـ BTH1R التي موجودة بشكل كبير في العظام والكلى، وأيضا موجودة في أنسجة أخرى مثل الخلايا الغضروفية في صفيحة النمو والثدي والجلد والقلب والأوعية الدموية والبنكرياس. تنشيط هذا المستقبل بواسطة الباراثرومون يؤدي إلى تشغيل مسارات إشارات خلوية متعددة، يؤدي في النهاية إلى تحفيز ارتشاف العظم وإعادة امتصاص الكالسيوم الأنبوب الكلوي وإفراز الفوسفات أو هدرات الكالسيديول إلى كالستريول، مما يعزز امتصاص الجهاز الهضمي للكالسيوم. ونحن بخطط بياني بفسر الترابط بين مستوى الكلس ومستوى الباراثرومون في الدم. فعلا المستطيل هون باللون الأخضر هذا المجال الطبيعي للباراثرومون بالنسبة للكلس. أي انخفاض بسيط في تركيز أي زيادة في تركيز الكالسيوم يؤدي إلى انخفاض مباشر في تركيز الباراثرومون. المجال الطبيعي للكالسيوم في المصل يتراوح بين 8.5 و10.5، بالنسبة للباراثرومون تركيزه يتراوح بين 20 لحد 75. في عنا هون المربعات باللون الأزرق الغامق،
هاي بيكون في عندنا البي تي اتش او الباراثرمون مفرط زائد جدا، والكالسيوم ايضا مرتفع، هاي تعبر عن فرط نشاط جرد درق البدء. في عندنا هون المنطقة الحمراء، النقاط الحمراء هاي ارتفاع الكلس بدون ارتفاع الباراثرومون، هذا ارتفاع كلس غالبا خباثي وراء. في عندنا المنطقة هون المربعات الزرقاء الفارغة تعبر عن قصور دوريقات، حيث يكون مستوى الكالسيوم والبارثرومون في الدم منخفض. نتكلم أول شيء عن فرط نشاط الدوريقات البدئي. إذا قياسات كلس الدم تكشف حوالي 80% على الأقل من مرضى فرط نشاط جرات الدرق البدئي. غالبية المرضى لا عرضيين، وكل مستوى كلس الدم قد يكون مستوى مفرط بشكل خفيف أو متقطع، أحيانا زائد أحيانا طبيعي. متوسط تركيز الكالسيوم في الدم عند المرضى فرط نشاط جرات الدرق البدئي يتراوح بين 10.5 و11.5 ملغ على الديسيتر. في معظم المرضى تظل مستويات الكالسيوم والباراثرومون مستقرة، قد تزيد مرور الوقت في أقل من 5%. عند أخذ قصة مفصلة عند مرضى لفرط نشاط جرات الدرق البدئي لا عرضيين، حوالي 30% نجد لديهم مظاهر سريرية لفرط نشاط جرات الدرق البدئي. هذه المظاهر تتضمن مظاهر هيكلية وتكلس كلوي وحصيات كلية. أيضا يعاني بعض مرضى فرط نشاط الدوريقات البدئية العرضيين من أعراض غير نوعية أو غير كلاسيكية، مثل التعب وفقد الشهية والاكتئاب الخفيف والخلل الإدراكي أو العصبي العضلي الخفيف. وبالتالي التفريق بين فرط نشاط الدوريقات البدئية العرضي واللاعرضي ليس دائما واضحا. بالنسبة للغدومات الدوريقية المجسوسة، نادرا ما يمكن جسها، وفي حال جس أي كتلة في الرقبة لدى مريض مصاب مشخص بفرط نشاط دوريقات بدئي، فغالبا هذه الكتلة المجسوسة إما تكون عقدة درقية أو سرطانة دوريقية. الآلية الإمراضية في فرط نشاط جرات الدرق البدئي، يتميز فرط نشاط دوريقات البدئي بالتنظيم غير الطبيعي لإفراز الهرمون البي تي اتش بواسطة الكالسيوم. في عدد قليل من المرضى يمكن يكون السبب هو التشعيع أو التشوهات الوراثية العائلية النادرة. أيضا في عندنا شذوذات الجينات الرئيسية المتحكمة بالنمو، مثل طلائع الجينات الورمية أو الجينات الكبدية الورم، تكمن وراء تطور أورام الدوريقات، والتي قد تحدث بشكل متقطع أو في أنماط عائلية، مثل فرط نشاط مثل أزمة المين أو الأورام الغدد الصماء المتعددة مين 1، تشمل على فرط نشاط دوريقات بدئي في 90%، وأورام بنكرياسية معوية في 30 إلى 70%، وكارسينويد معدة دقيقة، وأورام نخام أمامية في 30 إلى 40%، وأورام الغدد الكظرية في 40%. إذن أهم أسباب فرط نشاط الدوريقات البدئية هي الغدومات المفردة في 80 إلى 85% من حالات فرط نشاط الدوريقات البدئية. أيضا فرط التنسج الغدد المتعدد حوالي 6 إلى 12%، والأورام الغدية المزدوجة 2 إلى 5%، والسرطان الدوريقي تشكل حوالي 1% من حالات فرط نشاط الدوريقات البدئية. بالنسبة للتظاهرات السريرية في فرط نشاط الدوريقات البدئية، العرض السريري الأكثر شيوعاً هو فرط كلس الدم اللا عرضي المكتشف صدفةً، أي أعراض غير كلاسيكية. ومع ذلك قد يكون تظاهر غير نموذجي ويتضمن مجموعة من اضطرابات في توازن الكلس، بدءاً من فرط نشاط الدوريقات سوي الكلس إلى فرط الكلس الدم الحاد أو الأزمة الدوريقية. بالنسبة لفرط نشاط الدوريقات سوي الكلس، بتكون مستويات الباراثرومون مرتفعة ومستويات الكلس بيكون طبيعية سواء الكلية أو الشاردية. طبعا هو يجب نفي جميع أسباب السنوية لفرط نشاط الدوريقات. يعتبر قد يكون هذا الشكل شكل خفيف أو لا نموذجي من فرط نشاط الدوريقات البدئي. في هؤلاء المرضى من المتوقع أن يرتفع تركيز الكلس في الدم فوق الحد الأعلى الطبيعي عند متابعته مع مرور الوقت. مع ذلك تم وصف أكثر من نمط له، أحيانا قد يكون كلس الدم طبيعي، أو قد يكون في عندنا فرط كلس متقطع أو فرط كلس دائم مترقي. التظاهر الآخر هو الأزمة الدوريقية
تظاهر نادر، نسبة حدوثه عند مريض مشخص عنده فرط نشاط دوريقات يتقدر بواحد إلى 2%. أحيانا قد تحدث المتلازمة أو الأزمة الدوريقية عند مرضى مشخص لديهم فرط نشاط دوريقي سابق موثق أو خفيف وليس شديد. قد في حالة أخرى قد يكون التظاهر الأول لفرط نشاط الدوريقات البدئي هو الأزمة الدوريقية. إذا الأزمة الدوريقية تتميز بفرط كالسيوم الدم أكثر من 15 ميلي جرام على الديسيلتر، وإضافة لأعراض أعراض ملحوظة لفرط كالسيوم الدم. من هذه الأعراض تغيرات الحالة العقلية تتراوح من التخليط الذهني مرورا بالذهول حتى وصولا إلى الغيبوبة، إضافة لأمراض العظام وتحصي الكلية وأعراضها هضمية أشياءها ألام بطن وغثيان وأقياء وقرحات هضمية والتهاب بنكرياس. في مرضى فرط النشاط الدوريقات البدئي متوسط تركيزات البارثرومون تراوحت حوالي كانت أكثر من 1200، يعني حوالي تقريبا شيء 20 ضعف الحد الأعلى الطبيعي. آلية الأزمة الدوريقية غير معروفة، قد تكون مرتبطة بمرض متداخل مهدد للحياة أو نقص حجم أو احتشاء غضون دوريقي. عندنا علامات وأعراض الإفراز المفرط للباراثرومون، تتضمن كمان علامات وأعراض فرط الكلس وأمراض العظام والحصيات الكلية ونقص فوسفات الدم وزيادة إنتاج الكاستريول والحماض الأنبوبي الكلوي القريب ونقص المغنيسيوم في الدم والنقرس وأيضا فرط حمض البول وفقر الدم. عندنا تظاهرات سريرية لفرط كلس الدم تتضمن تظاهرات كلوية منها زيادة عدد مرات التبول أبوال والسهاف أو العطاش وتحصي الكلية والكلاس الكلوي والحماض الأنبوبي الكلوي البعيد، إضافة إلى البيل التافهة كلوية المنشأ، أيضا قصور الكلية الحاد أو المزمن. في عندنا تظاهرات هضمية تتضمن قلة الشهية والغثيان والإقياء، نقص حركية الأمعاء والإمساك، التهاب بنكرياس والداء القرحي الهضمي. في عندنا تظاهرات عضلية هيكلية تتضمن ضعف عضلي وآلام عظمية ونقص العظم أو الهشاشية العظمية. في عندنا تظاهرات عصبية تتضمن نقص التركيز والتخليط والتعب والذهول والغيبوبة. تظاهرات وعائية قلبية وعائية تتضمن قصر فترة QT وبطء قلب وارتفاع ضغط. من التظاهرات أيضا التهاب العظم اللي في الكيسة وأحد التظاهرات الهيكلية. يتميز سريريا بألم عظمي وشعاعيا عن طريق ارتشاف العظم تحت السمحاقة، ذلك على جانب الكعبري من السلاميات الوسطى، واستدقاق بالترقوي القاصي ومظهر ملح والفلفل للجمجمي، إضافة إلى الأورام البنية في العظام الطويلة. الأورام البنية ناجمة عن زيادة نشاط لكاسرات العظم، وهي عبارة عن تجمعات من كاسرات العظم مع أنسجة ليفية مع عظام جدولي ضعيفة التمعدن. يرجع اللون البني فيها إلى ترسب الهيموسيدرين. يعتبر التهاب العظم اللي في الكيسة نادر في الولايات المتحدة، يحدث بشكل أكثر عند مرضى فرط نشاط الدوريقات البدئي الشديد وخاصة المصابين بسرطان دوريقي. من ناحية أخرى يكون أشياء المشاكل العظمية تكون أشياء في فرط نشاط الدوريقات الثانوي بسبب الفشل الكلوي المزمن. في عندنا هون المظهر ارتشاف العظم تحت السمحاق على الجانب الكعبري للسلاميات الوسطى، هون نشاهد المنطقة هاي أيضا، هنا ارتشاف تحت سمحاق العظم في الجانب الكعبري للسلاميات الوسطى، هون نفس المنظر كمان. في عندنا هون استدقاق الترقوي للناحية القاصية من الترقوي مستدقة، منظر الملح والفلفل في الجمجمة، هاي جمجمة طبيعية، هون المنظر الملح والفلفل. الأورام البنية هون عظام الحوض، أورام بنية عبارة عن
الآفات الحلالية نقص الكثافي. من التظاهرات أيضا تحصل الكلية، نسبة حدوثه حوالي 15-20% من مرضى فرط نشاط الدوريقات البدئية. وعلى العكس في حوالي 5% من مرضى التحصي الكلية لديهم فرط نشاط دوريقي. أما بالنسبة للكلاس الكلوي فهو أقل شيوعا من التحصي الكلية. متى نشتبه بتحصي الكلية؟ متى يجب الاشتباه بفرط نشاط الدوريقات البدئية؟ في مريض عنده كلس طبيعي مع تحصي الكلية، هنا يجب الاشتباه بفرط نشاط الدوريقات البدئية. إذا كان تركيز الكالسيوم الدم في ضمن النطاق الطبيعي المرتفع، لأن فرط كالسيوم الدم قد يكون متقطعا ولا يتم اكتشافه إلا بقياسات متعددة. معظم الحصيات في مرضى فرط نشاط الدوريقات البدئية تتكون من أكسالات الكالسيوم، رغم أن البول القلوي يؤيد ترسيب حصيات فوسفات الكالسيوم. العوامل المؤهبة لترسب وتكون حصيات أكسالات الكالسيوم في فرط نشاط الدوريقات البدئية تتضمن فرط كالسيوم البول وفرط أكسالات البول ونقص سترات البول، عوامل خطر غذائية مثل انخفاض تناول الكالسيوم وزيادة تناول الأكسالات وزيادة تناول البروتين الحيواني وزيادة تناول الصوديوم وانخفاض تناول السوائل، وإضافة إلى نسبة عالية من الكالستيريول في الدم. زيادة تركيز الكالستيريول المرتفع بالدم وهو ناجم عن تحفيز البارثرومون للهيدروكسيل الكلوي لل 25 هيدروكسي فيتامين د، يحفز تحويل 25 هيدروكسي فيتامين د الى كالستريول البارثرومون المرتفع. تاثيره يسبب زياده في فرط كالسيوم البول وتكوين الحصيات. ايضا فينا تظاهرات عصبيه عضليه تتضمن ضعف وتعب شائع بين مرضى فرط النشاط الدوريقات البدئي. تظاهرات عصبيه نفسيه تتراوح من خمول ومزاج مكتئب خفيف ونقص التفاعل الاجتماعي والضعف الإدراكي. في التظاهرات الكلوية لفرط نشاط الدوريقات البدئية في عنا نقص معدل رشح الكبيبة وفرط كلس البول والحصيات الكلوية وكلس الكلوي، إضافة إلى نقص القدرة على تركيز البول الذي يؤدي أحياناً إلى بوال، و نقص جزئي في افراز او اعاده امتصاص الفوسفات، هذا يؤدي الى نقص فوسفات الدم وزياده الافراز البولي للمغنيسيوم. من التظاهرات الهيكليه لفرط نشاط الدوريقات البدئي في نقص الكثافه المعدنيه للعظام، حيث أن مرضى فرط نشاط الدوريقات اللاعرضي قد يكون لديهم نقص في الكثافة المعدنية، وذلك لا سيما في المواقع القشرية منها الساعد والعظام القشرية الساعد والورك، مقارنة بالمواقع العظام الترابيقية كالعمود الفقري، وهذا النقص عادة ما يكون صغيرا. في عنا تقنيات أخرى غير تقنية الكثافة المعدنية، في تقنيات أخرى مثل تقنية مقياس العظام التربيقية TBS وتصوير المقطع الكمي المحيطي عالي الدقة. هذه التقنيات تكشف عن تدهور مؤشرات جودة العظام على مستوى كل من العظام القشرية والتربيقية. هذه التقنيات قد تفسر الكسور المرضية الملاحظة في العمود الفقري والمواقع الطرفية. أيضا القياس النسيجي للعظام في مرضى فرط النشاط الدوريقات وغالبيتهم الأعراضيين، شهد عظام عبارة عن قشور رقيقة مع عظم تربيقي مصان، وذلك أكثر وضوحا ما تكون بوجود نقص فيتامين د المرافق. أيضا نشاهد من التظاهرات الهيكلية زيادة خطر الإصابة بكسور العمود الفقري الساعد وكوليس كسر كوليس والأضلاع والحوض، وأحيانا قد نشاهد كسور الورك. من التظاهرات الأخرى أيضا مرض الكلوي تحت السريري، منها التحصي الكلي بدون أعراض وفرط كلس البول وتكلس كلوي والقصور الكلوي المزمن وشذوذات في وظيفة الأنبوب الكلوي، عوج الخصوص انخفاض قدرة التركيز بالتالي البوال. 20% من مرضى العرضيين مرضى فرط النشاط الدوريقات عندهم معدل رشح كبيبة تقديري أقل من 60 ملي على الدقيقة.
يرتبط تطور قصور الكلوي في مدى فرط نشاط الدرقات البدئية بدرجة ومدة فرط الكالسي الدم. تشيع الإصابة بالكالسيوم الكلوي تحت السرير وتحصي الكلية في مرضى الذين لديهم فرط نشاط دورات الدرق أكثر من غيرهم. العامل المساهم في تكوين الحصيات في مرضى فرط نشاط الدرقات البدئية هو فرط كالسيوم البول، فبالرغم أن الهرمون الباراثرومون يحفز مباشرة إعادة الامتصاص الأنبوبي البعيد للكالسيوم، لكن فرط كلسي الدم يؤدي إلى بالمجمل إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول. في عندنا تظاهرات قلبية واعية تشمل ارتفاع ضغط الدم والأنظميات القلبية وتضخم البطين وتكلسات الأوعية الدموية والصمامات. بالنسبة لارتفاع ضغط الدم شائع لدى مرضى فرط نشاط الدرقات البدئية حتى المصابين بمرض خفيف. الطبيعة السببية لهذه العلاقة في المرضى الذين ليس لديهم أورام الغدد الصماء المتعددة غير واضحة، لأن وجد أن ارتفاع ضغط الدم لا يتحسن مع علاج فرط النشاط الدرقات البدئية. عديد من الدراسات أشارت إلى وجود ارتباط بين فرط النشاط الدرقات البدئية وتضخم البطين الأيسر وسوء الوظيفة الانبساطية. العلاقة الوحيدة المؤكدة أو الارتباط الوحيد المؤكد بين فرط النشاط الدرقي البدئي وأمراض القلب هو في مرضى الذين لديهم فرط نشاط دريقات بدئي كجزء من الأورام الصماء المتعددة من النوع مينتو مع ورم قواتي. بالنسبة لوزن الجسم واضطراب استقلاب الجلوكوز، تم إبلاغ عن تكرار أكثر الألم المعتاد لضعف تحمل الجلوكوز ومرضى السكري من النوع 2 في بعض دراسات لفرط نشاط دريقات البدئي. ممكن زيادة الوزن تفسر ارتباط فرط نشاط الدرقات البدئية بأمراض القلب والأوعية وارتفاع الضغط وعدم تحمل الجلوكوز. وجدوا في أحد التجارب أنه لم يتغير مؤشر كتلة الجسم بعد استئصال جرعات الدرق. تظاهرات مفصلية، تم وصف العديد من الشذوذات المفصلية على رأس فرط حمض البول وفرط حمض البول في الدم والنقرس. ايضا النقرس الكاذب مع بلورات البيرو فوسفات في المفصل. تم الابلاغ عن تكلس الغضروف المفصلي هو الاكثر شيوعا في الرسغين والركبتين. تظاهرات عينيه تتضمن اعتلال قرني شريطي، اي ترسب الفوسفات الكالسيوم في المناطق القرنيه المكشوفه، وهو اضطراب نادر الحدوث وحدث فقط عندما يكون تركيزات الكالسيوم والفوسفات في الدم مرتفعه جدا. يؤكد تشخيصه بإجراء الفحص بالمصباح الشقي للكشف عن اعتلال القرنية. المجالات المخبرية الأخرى، في عندنا نقص فوسفات الدم في معظم المرضى الذين لديهم فرط نشاط دريقات معتدل. لا تكون مستويات الفوسفات منخفضة بصراحة، لكن تقع ذلك بدل ذلك في النصف السفلي من المعدل الطبيعي. وفي المرضى الذين عندهم مرض أشد أكثر شدة، تركيز الفوسفات تكون منخفضة. بالنسبة لتركيز 1:25 ثنائي هيدروكسي فيتامين د، البي تي اتش المفرط يزيد تحويل 25 هيدروكسي فيتامين د في الكلية إلى كالسيدول، بالتالي ارتفاع في 1:25 ثنائي هيدروكسي فيتامين د أو الكالسيدول، فغالبا يكون في الحدود العليا او من الطبيعي او مرتفع. بالنسبه لتوازن المغنيسيوم بشكل عام، افراز المغنيسيوم يميل الى الزياده بشكل طفيفي، وبعض المرضى كان عندهم نقص مغنيسيوم دم خفيف. بالنسبه للتوازن الحمض القاعدي، الحماض الاستقلابي غير معتاد في مرضى فرط نشاط الدرقات البدئي إلا إذا كانت تركيزات الباراثرمون في المصل عالية جدا، أو كان المريض عنده قصور كلوي مزمن. فقر الدم في مرضى فرط النشاط الدرقات البدئي كان عندهم فقر دم سوي الصباغ وسوي الحجم، وعادة هذا الفقر الدم يستجيب لاستئصال الدرقات، والآلية غير واضحة، قد تكون مفسرة بتليف النخاع. في المرضى اللي عندهم فرط نشاط دريقات خفيف وكان عندهم فقر دم، لا ينبغي أن يعزى فقر الدم لفرط نشاط دريقات، يجب أن نبحث عن سبب آخر. إذا فقر الدم غالبا بيكون في مرضى فرط النشاط الدريقات الشديد.
اعتلال جاما جلوبيولين واحد النسيلي، تقريبا كانت نسبته في مرضى فرط نشاط الدريقات البدء حوالي من 1 إلى 10%، نسبة طبيعية عند السكان البالغين حوالي 1%. معدل الوفيات في فرط نشاط الدريقات البدء التقليدي الشديد كان في زيادة في معدل الوفيات، والسبب الأساسي كان أمراض القلب والأمراض القلبية الوعائية. أما تأثير المرض الخفيف أو الأكثر اعتزالا كان غير مؤكد، وارتبط أيضا ارتفاع الكلسي الدم مع زيادة معدل الوفيات. في بعض الدراسات انخفض معدل الوفيات المرتفع مع مرور الوقت من استئصال جرعات الدرق لكنه استمر. بالنسبة للتشخيص، أول شيء الاشتباه في التشخيص أولا بسبب اكتشاف الأعراض لارتفاع تركيز كالسيوم الدم أو مريض مصاب بتحصي كلي. إذا المريض بالصدفة كان عنده ارتفاع في تركيز كلسي الدم أو مريض عنده تحصيات كلية، هون مشتبه عنده أنه عنده فرط نشاط دريقات بدئي. تشخيصه من خلال إيجاد تركيز مرتفع للباراثرومون في مريض عنده ارتفاع كلس. بالنسبة للباراثرومون قد يكون مرتفع بشكل طفيف أو ضمن النطاق الطبيعي بشكل غير مناسب لفرط الكلس. هنا يظل فرط نشاط الدريقات البدئي أكثر احتمالاً، هو تشخيص أكثر احتمالاً، على الرغم أنه يكون احتمال يكون عندنا فرط كلس دم وناقص كلس البول، ناقص كلس البول لعائلة، هو اضطراب نادر. يمكن استخدام معايرة الباراثرومون الفوري الجيل الثاني أو معايرة الباراثرومون 1/84 الجيل الثالث من الباراثرومون لتشخيص فرط نشاط الدريقات. بالنسبة لتشخيص فرط نشاط الدريقات سوي البدء سوي الكلس الدم، عادة المرضى ما يراجعون لمراكز الرعاية الصحية في إطار تقييم انخفاض كثافة المعدن الكثافة المعدنية العظمية. هنا تكون مستويات الباراثرومون مرتفعة مع مستويات كلس طبيعية. من أجل وضع التشخيص هنا يجب استبعاد جميع الأسباب الثانوية لفرط نشاط الدريقات المسببة لنقص الكثافة المعدنية، ويجب أن تكون مستويات الكلس الكلية والشرعية طبيعية. في المرضى الذين لديهم فرط كالسيوم الدم وهرمون باراثرومون مرتفع بشكل طفيف أو طبيعي بشكل غير مناسب، أيضا بشكل غير مناسب لفرط كالسيوم الدم، من الضروري إجراء مزيد من التقييم لتأكيد التشخيص. هو نقيس إفراز الكالسيوم البولي، تمييز مفيد بتمييز بين فرط نشاط الدريقات البدئي وفرط الكلس الدم ناقص كلس البول العائلي، ونقيس تركيز 25 هيدروكسي فيتامين د. ايضا هنا ليس مهما فقط لتمييز فرط نشاط الدريقات عن الحالات الاخرى، ايضا مهم لتحديد المرضى اللي عندهم فرط نشاط دريقات بدئي مع نقص فيتامين د، هون يحتاجوا بالتدبير الى تعويض فيتامين د. في حال تشخيص فرط نشاط دريقات لا عرضي، فالتقييم الإضافي ضروري لاتخاذ تدبير لاحق. نقيس مستوى الكالسيوم بالبول وتركيز 25 هيدروكسي فيتامين د إذا لم يتم قياسه من قبل. نقوم بتقييم وظائف الكلية من خلال معدل رشح الكبة وقياس الكثافة المعدنية العظمية في العمود الفقري والورك والثلث الساعد البعيد. هذه الكثافة المعدنية تعكس نقص شدة فرط نشاط الدريقات، ويفيد لتقديم توصيات الجراحة لجراحة الدريقات أو المراقبة. بعض الخبراء يوصي بإجراء تصوير الكلى والعمود الفقري لتقييم حصيات الكلية الخفية والكسور الانضغاطية للعمود الفقري. بالنسبة لدراسة توضع الدريقات أو الغدومات الدريقية، نقوم بإجراءها بعد اتخاذ قرار الجراحة. هذه الدراسات تتضمن استخدام موجات فوق الصوتية الإيكو أو التكنيتيوم 99M سيستمي بي أو التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين. في عنا هون الألغوريتم لتشخيص فرط نشاط الدريقات البدئية. في حال كان عندنا فرط كلس الدم، نقوم بمعايرة الباراثرومون الفورية مع إعادة كلس الدم. في حال كان عندنا فرط كلس الدم
وكان الباراثرموم مرتفع، هنا شخصنا فرط نشاط الريقات بدء. في حال كان عندنا فرط كلس دم وكان الباراثرموم منخفض أقل من 20 بيكوغرام، هنا من النادر أن يكون فرط نشاط الريقات بدء. نقيم لأسباب فرط كلس الدم غير المعتمدة على الباراثرومون. في حال كان فرط كلس الدم وكان عندنا الباراثرومون بالحد الأعلى الطبيعي أو مرتفع بشكل طفيف، فهنا التشخيص إما يكون فرط نشاط ضريقات بدء، والمقابل قد يكون فرط كلس البول، فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي. هنا نعاير بول 24، تركيز البول 24 ساعة. في حال كان تركيز طبيعي أو مرتفع أكثر من 200 إلى 300 ملغرام في اليوم، فهنا التشخيص فرط نشاط ضريقات بدء. في حال كان البول 24 ساعة كان منخفض أقل من 100 ملغرام باليوم، فالتشخيص الأكثر احتمالا هو فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي، أو فرط نشاط ضريقات بدء مع عوز فيتامين د، أو من المحتمل أن يكون نقص مدخول كالسيوم شديد. هنا نقوم بمعايرة 25 هيدروكسي فيتامين د، إذا كان طبيعي أكثر من 20 نانوغرام على الملي نشخص فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي. في حال كان الفيتامين د منخفض أقل أو يساوي 20، التشخيص إما يكون فرط كلس الدم ناقص كلس البول على العائلة، وبالمقابل قد يكون أيضا كمان فرط نشاط الضريقات مع عوز فيتامين د. هنا منعيد فيتامين د ومنعيد تقييم كلس البول عندما يكون فيتامين د طبيعي. بالنسبة أيضا هنا بالنسبة لقياس كلس البول، إذا كان قلنا هوني طبيعي أو مرتفع أو كان منخفض، هون إذا كان الكلس البول طبيعي يعني أكثر من 100 وأقل من 200 300، التشخيص أكثر احتمال هو فرط نشاط ضريقات بدء مع عوز فيتامين د، أو تشخيص محتمل آخر هو نقص المدخول الكالسيوم الشديد، أيضا فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلة. هنا نقوم بقياس فيتامين د، تركيز فيتامين د 25 هيدروكسي 25 فيتامين د. في حال كان طبيعي أكثر من 20، فالتشخيص أكثر احتمال هو فرط نشاط ضريقات بدء. وكمان عندنا أيضا فرط الكلس البول، فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي محتمل. هنا تأكيد التشخيص نقوم بما يلي: مسح عائلي لفرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي، مراقبة الباراثرومون والكالسيوم، البحث عن طفرة الـ FHH الفرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي. في هذه الحالة في حال كان عندنا نقص في فيتامين د، فالتشخيص إما فرط نشاط ضريقات بدء مع عوز فيتامين د، وبالمقابل قد يكون فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي. هنا نعيد معايرة فيتامين د، ونعيد أيضا حساب كالسيوم بول 24 ساعة، إما يكون تركيز في حال كان الفيتامين د طبيعي. طبعا في حال كان الكالسيوم البول 24 ساعة كان طبيعي، فالتشخيص فرط نشاط ضريقات بدء. في حال كان منخفض، فالتشخيص فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلة. في حال كان طبيعي، فالتشخيص إما فرط نشاط ضريقات بدء، والمقابل أيضا فرط كلس البول ناقص كلس الدم العائلة، نرجع على نفس الصندوق. عن الأسباب الثانوية لفرط نشاط ضريقات، أسباب فرط نشاط ضريقات الثانوي، فين رأسها أمراض الكلية المزمنة تضمن نقص إنتاج الكالسيتريول وفرط الفوسفات الدم ونقص الكلس الدم، أيضا نقص الوارد من الكالسيوم وسوء امتصاص الكالسيوم، ضمن اضطرابات تالية: عوز فيتامين د، جراحات البداني، داء الزلاقي، وأمراض البنكرياس.
في عندنا الفقد الكلسي الكلوي يتضمن أيضا فرط كلس البول مجهول السبب ومدرات العروي، أيضا تثبيط إعادة امتصاص أو ارتشاف العظم مدوائيا ببيوفسفونات أو أدينوزوماب أو متلازمة العظم الجائعة. بالنسبة للتشخيص التفريقية، تشخيص تفريقي لفرط نشاط الدريقات البدئي اعتماد على المجالات المخبرية. في عندنا في فرط نشاط الدريقات البدئية معايات البي تي اتش الفورية ما تكون الحد الأعلى الطبيعي أو مرتفعة، مستوى الكلس مرتفع، الكلس البولي بول 24 ساعة طبيعي أو مرتفع، 15 هيدروكسي فيتامين د طبيعي طبيعي أو منخفض، الحد الأدنى منخفض أو منخفض. في الخباسات البي تي اتش أو الباراثرومون يكون منخفض، مستوى الكلس مرتفع، كلس البول 24 ساعة بشكل عام يكون مرتفع، 15 هيدروكسي فيتامين د يعتمد على حسب الخباثي. في فرط كلس الدم ناقص كلس البول العائلي الباراثرومون الفوري طبيعي أو مرتفع بشكل طفيف في 15-20%، كلس الدم مرتفع، كلس البول بشكل عام منخفض أقل من 100، أيضا تصفية الكالسيوم على الكرياتينين أقل من 1%، الفيتامين د 15 هيدروكسي فيتامين د طبيعي. بالنسبة لفرط نشاط تطبيقات البدء مع عوز فيتامين د، معايرة فيتامين د الفورية الباراثرومون، الباراثرومون الفوري بيكون مرتفع، مستوى الكلس طبيعي أو مرتفع، كلس البول منخفض بشكل حد أدنى طبيعي أو منخفض، 15 هيدروكسي فيتامين د يكون منخفض. في فرط نشاط الدريقات البدء سوي كلس الدم باراثرومون يكون مرتفع والكلس طبيعي بقية الموجودات طبيعية. أسباب السنوية لفرط نشاط الدريقات، فرط نشاط الدريقات أسباب السنوية لفرط نشاط الدريقات الثانوي ناجم عن عوز فيتامين د، باراثرومون يكون مرتفع، مستوى الكلس اما طبيعي او منخفض، كلس البول 24 ساعة منخفض وفيتامين د منخفض. التدبير فرط نشاط الدريقات، التدبير الشافي او العلاج الاساسي هو الجراحة. بالنسبة للمرضى غير قادرين على اجراء الجراحة اما الناحية الموضوع المادي او الموضوع الطبي، في عندهم مرضى استطباب يعني او اي شيء اي مانع للجراحه، اللي كان عندهم استطباب اساسي للجراحه اما عندهم اعراض و او عندهم فرط كالسيوم دم شديد او هشاشيت او عندهم هشاشيه عظميه ومخاطر عاليه للكسور، هون ننصب العلاج الطبي بدلا من المراقبه. في حال لم يكن هناك حاجه لتحسين كثافه العظم او خفض الكالسيوم الدم فاننا ما في حاجه للعلاج الدوائي. إذا كان إذا الاستطلاع الأساسي كان للجراحة هو أعراض ومع أو فرط كالسيوم الدم الشديد، هون كانت كثافة العظم كانت طبيعية، نقترح السينال كالسيت بدل من البيوفوسفينات. كان إذا كان الاستطباب الأساسي للجراحة هو الهشاشية العظمية وخطر الكسر مع أو بدون أعراض، هون نقترح الاستخدام البيوفوسفينات. في مرضى فرط نشاط الدريقات البيت إيه مع نقص فيتامين د مصاحب، يعني فيتامين د 15 هيدروكسي فيتامين د اصغر او يساوي 20 نانو جرام على الملي، هنا نقترح تعويض فيتامين د. وهنا هم من الضروري ايضا مراقبه الكالسيوم في الدم والبول لتحديد تفاقم فرط كالسيوم الدم وفرط كالسيوم البول خوفا من تشكل حصيات كلويه. هيك انتهينا من فرط نشاط الدريقات البدء. نتكلم عن قصور الدريقات. يحدث قصور الدرقات بشكل عام بسبب تدمير في الخلايا الدرقية، إما تدمير مناعي ذاتي أو جراحي أو نمو غير طبيعي للغدة الدرقية أو تنظيم متغير لإنتاج الباراثرومون أو ضعف عمله. في حال كان إفراز الباراثرومون غير كافي بيصير عندنا نقص في كلس الدم،
نقص كسر الدم هذا قد يترافق مع مظاهر سريرية. تتراوح هذه المظاهر من مظاهر قليلة وجدات عن العلاج. أو تشنج حنجرة إذا كان شديد، بالإضافة إلى شدة. بالنسبة للآلية المرضية، غالبا ما يبقى تلف ما بعد الجراحة أو تلف مناعي ذاتي في البالغين. السبب الأكثر شيوعا هو الجراحة. بعد الجراحة يمكن يحدث قصور دريقات بعد جراحة الغدة الدرقية أو الدريقات أو أي جراحة على الرقبة، خاصة الجراحة الجذرية، الرقبية الجذرية لسرطان الرأس والرقبة. هذا القصور قد يكون عابر مع الشفاء خلال أيام أو أسابيع أو شهور، أو قصور دائم أو بشكل متقطع. بالنسبة للقصور الدائم بشكل خاص يحصل عندما يكون تضخم الغدة الدرقية، يعني كان في عندنا سلعة درقية كبيرة واسعة غطت على المعالم التشريحية للدريقات أدت إلى استئصال الدريقات، هنا قصور يحدث قصور دائم. قصور الدريقات العابر غالبا ينجم عن خلل في إمداد، يعني تلاعب أو خلل في إمداد الدم، نجم عن ضغط مثلا على الدريقات أو إزالة واحدة أو أكثر من الدريقات أثناء الجراحة. في قصور الدريقات المتقطع السبب غالبا انخفاض احتياطي جارات الدرق. بالنسبة للآلية المناعية الذاتية، غالبا التدمير المناعي الذاتي للدريقات يؤدي إلى قصور دائم، وهي جزء من متلازمة الغدد المناعية الذاتية متعددة الغدد من النوع BAS1، تضمن قصور دريقات وداء مبيضات المخاط الجلدي المزمن وقصور كظر. في هذه المتلازمة قصور الدريقات يظهر في مرحلة الطفولة أو المراهقة. أيضا تم إبلاغ عن تنشيط أجسام مضادة لمستقبلات استشعار الكالسيوم في قصور الدريقات المكتسب المعزول، وفي قصور الدريقات المرتبط بمتلازمة المناعة الذاتية متعددة الغدد. هذه الأجسام المضادة تقلل إفراز الباراثرومون، لكنها لا يبدو أنها مدمرة للدريقات. إحدى الآليات الأخرى مفسرة للقصور الدريقات هي الاضطرابات الوراثية، أي العيوب الجينية في عند الرضع والأطفال مرتبطة بالتطور غير الطبيعي للدريقات. تفسر هذه الآلية قصور الدريقات المعزول، وقصور الدريقات مع تشوهات خلقية متعددة الأجهزة، وقصور الدريقات مع شذوذات استقلابية خلقية ومتلازمات مقاومة الدريقات. أسباب أخرى لقصور الدريقات بسبب تدمير غدي، وهي أسباب نادرة تشمل التشعيع وأدواء الخزن وأمراض الأمراض الارتشاحية للدريقات مثل داء الصباغ الدموي وداء ويلسون وأورام حبيبية والسرطان النقيلي. هذه الآلية المرضية نفسها ذكرناها. المظاهر السريرية قلنا تعتمد على فترة وأزمان قصور الجلس، فإن تظاهرات حادة وفي تظاهرات مزمنة لقصور الدريقات. التظاهرات الحادة تتضمن التهيج العصبي العضلي، التكزز والتنميل حول الفم والأطراف، والتشنج العضلي والتشنج الرسغ القدمي وعلامة تروسو وشوف ستيك والاختلاجات، أيضا التشنج الحنجري والتشنج القصبي. فينا تظاهرات قلبية تتضمن تطاول فترة QT وهبوط الضغط وقصور القلب واللانظميات ووذمة حلين العصب البصري. من التظاهرات المزمنة التكلسات المنتبذة، خاصة تكلس النواة القاعدية، وإضافة إلى علامات خارج هرمية الباركونسونية والعته والساد تحت المحفظة، وأيضا إلى شذوذات سنية وجلد الجاف. إذا تظاهرت الحادة لقصور الدريقات مثل قصور الدريقات بعد الجراحة ناجمة تظاهرات حادة عن نقص كالسيوم دم حاد. السمة الأساسية هي التكزز، هي التهيج العصبي العضلي. قد تكون أعراض خفيفة تشمل تنميل حول الفم وحول تنميل في اليدين والقدمين والتقلصات العضلية، أو تكزز شديد، تشنج رسغي قدمي، تشنج حنجري، احتياجات معممة بؤرية أو معممة.
ايضا علامات موجوده بالفحص السريري، ممكن نشاهد علامه تروسو وعلامه شوف ستيك في المرضى اللي عندهم تهيج عصبي عضلي بسبب تقزز كامل. في عندنا ايضا تظاهرات اقل نوعيه واقل كلاسيكيه في مرضى اخرين مثل التعب وفرط التهويه والقلق والاكتئاب. حتى بعض المرضى اللي عندهم نقص كلس دم حاد قد لا يعانون من اعراض. موجودات القلبيه قد تشمل تطاول الكيو تي وهبوط ضغط وقصور القلب والانظميات القلبيه. من التظاهرات المزمنه عندنا مظاهر خارج هرميه او علامات خارج هرميه، في عندنا تكلس النواه القاعديه يتم اكتشافها عن تصوير عن طريق التصوير الطبقي المحوري في حال كانت الصوره الشعاعيه الجمجمه طبيعيه. بعض المرضى اللي عندهم تكلسات نواه قاعديه قد تطور لديهم داء باركنسون او اضطرابات حركيه مثل خلل التوتر والزفن النصفي والكناع الرخصي ونواه شخوص البصر او الخرف. بينما يظل بعض المرضى الاخرين اللي عندهم تكلسات نواه قاعديه دون اعراض. في بعض الحالات وجد انه الاعراض الخارج الهرميه تتحسن بعد العلاج بفيتامين د والكالسيوم. من التظاهرات المزمنه ايضا امراض العين، في عندنا اعتام عدسه العين، كما انه وجد ان علاج نقص الكلس الدم قد يوقف تطورها، كما تم وصف التهاب قرنيه والملتحمه. المظاهر الهيكليه المزمنه في قصور الدريقات، المرضى قصور الدريقات مجهول السبب او بعد الجراحه قد يكون لديهم زياده في كثافه المعدنيه العظميه مقارنه مع الاشخاص العاديين. المرضى اللي عندهم متلازمات قصور الدرقيه الخلقيه قد يعانون من تصلب عظمي وسماكه قشريه وتشوهات قحفيه وجهيه. بالنسبه للتشذوذات السنيه اللي بنشوفها بقصور الدريقات غالبا تحدث في حال وجود نقص الكلس في اثناء التطور المبكر للاسنان. تشمل نقص تنسج الاسنان وفشل بزوغ الاسنان وخلل في المينيا وتشكيل الجذر وتاكلات الاسنان المسوسه. العلاج المبكر لنقص كالسيوم الدم يمكن يؤدي الى عكس هذه التغيرات السنيه. مظاهر جلديه تشمل تشاهد في نقص كالسيوم الدم المزمن ايضا مظاهر جلديه منها الجلد الجاف والمنتفخ والخشن. مظاهر اخرى ايضا تشمل الشعر الخشن والهش المتناثر مع ثعلب غير مكتمله واظافر هشه مع اخاديد عريضه مميزه. هذه التشوهات ترتبط مع شده من نقص كلس الدم ولا تقتصر على قصور الدريقات، يعني ممكن نشاهدها في اي حاله تسبب نقص كلس الدم مزمن. نشاهد ايضا داء مبيضات في قصور الدريقات مجهول السبب فقط، وعاده في سياق المتلازمه المناعيه الذاتيه متعدده الغدد من النوع الاول. داء المبيضات هنا هذا الاضطراب يسبق بقيه الاضطرابات في هذه المتلازمه، يظهر لأول مرة في مرحلة الطفولة أو المراهقة. هذا الاضطراب مرتبط بخلل في المناعة الخلوية يستمر على الرغم من تصحيح نقص كلس الدم. غالبا ما يكون داء المبيضات معند للعلاج المضاد للفطريات. موجودات مخبرية في قصور الدريقات نجد نقص في كلس الدم وانخفاض في مستوى هرمون الباراثرومون في المصل وارتفاع مستوى الفوسفور في الدم. 15 هيدوكسي فيتامين د طبيعي و 1.25 ثنائي هيدوكسي فيتامين د طبيعي او منخفض. مستويات المغنيسيوم والكرياتين طبيعيه. افراز الكالسيوم في البول يكون مرتفعا نسبيا وفوسفور البول منخفض. تشخيص قصور الدريقات، نقص كلس الدم مستمر مع نقص في مستوى الباراثرومون وفرط فوسفات الدم. في حال عدم وجود نقص مغنيسيوم الدم هذا يشخص فعليا قصور الدريقات. تشخيص قصور الدريقات بعد الجراحة واضح. عادة المريض الذي يظهر لديه أعراض نقص كلس الدم بشكل حاد مثل تهيج عصبي عضلي فورا بعد جراحة الرغبة. إمتى نشتبه في حال قصور الدريقات إذا ما كان التشخيص واضح؟ في الحالات التالية: مريض مصاب بإعراض تهيج عصبي عضلي خفيف أو شديد، هنا نشك في بحدوث قصور دريقات أو نقص كلس الدم شديد. مريض عنده انخفاض كلس الدم كلي أو متأين، خاصة إذا كان في عنده قصة شخصية أو عائلية
لأمراض مناعية ذاتية أو تاريخ سابق لجراحة الرأس والرقبي أو جبنة به في الرقبي. تأكيد التشخيص عن طريق قياس مستويات الكلس والألبومين والمغنيسيوم ومستويات الباراثرمون في المصل في وقت واحد. في نقص الألبومين الدم أو فرط ألبومين الدم، هنا يجب تصحيح مستوى تركيز الكالسيوم بالنسبة للألبومين. في حال كان عندنا مختبر معروف بقياس الكالسيوم الشاردة ومتأيّم بشكل موثوق، فإن قياس الكالسيوم الشاردة في الدم قد يكون بديل لتحديد الكلس المصحح بالدم. يجب تأكيد وجود تركيز منخفض للكلس عن طريق إعادة التحليل عدة مرات والتصحيح بالنسبة للألبومين. هنا يجب أيضاً قياس البارثرمون بشكل فوري والكرياتينين والفوسفور والمغنيسيوم لتحديد سبب نقص كالسيوم الدم. إذن في حال نقص التشخيص التفريقي، في حال نقص مغنيسيوم الدم، نقص كلس الدم عن طريق يسبب نقص مغنيسيوم، نقص كلس الدم عن طريق إحداث مقاومة أو نقص في البارثرمون، بالتالي هو سبب قابل للعكس لنقص كلس الدم المرتبط بباراثرمون منخفض أو طبيعي بشكل غير مناسب. في هذه الحالة يجب أن ينخفض، يجب أن يختفي نقص كلس الدم في غضون دقائق أو ساعات من تعويض المغنيسيوم الناقص في حال كان نقص المغنيسيوم هو السبب. في أيضا طفرات منشطة لمستقبلات استشعار الكلس، هذه الطفرات تقلل نقطة ضبط مستقبلات الاستشعار الكلس، حيث انه الباراثرمون لا يطلق بتركيزات الكالسيوم في الدم المعتاده التي يطلق عادة عندها الباراثرمون، مما يؤدي لنقص كلس الدم العائلي او الجسد السائد بنوع 1 و2 ADH1 وADH2 او الى مرض متقطع. غالبيه مرضى نقص كلس الدم العائلي او الجسد السائد الاعراضيين لا يتم تشخيصهم حتى البلوغ، لديهم عاده فرط كلس الدم، فرط كلس سبور عفوا نسبي او مطلق. الدلائل السريريه لهذه المتلازمه عدم وجود اعراض، قصه عائليه، ميل المرضى لوجود تكلسات منتبذه تؤثر على الكليه خاصه اثناء العلاج بمكملات الكلس وفيتامين د. تاكيد التشخيص عن طريق تحليل الطفرات في جين مستقبلات استشعار الكلس أو مساري النهائي. تقييم إضافي بعد التشخيص، في حال تشخيص بعد تشخيص قصور الدرقات، تقييم إضافي من عاير كلس البول على مدى 24 ساعة، من عاير مصل 25 هيدوكسي فيتامين د. في حال اشتباه بقصور درقات المناعة الذاتية، يعني في حال وجود قصة شخصية أو عائلية لأمراض مناعية ذاتية ما في عندنا قصة جراحة للرأس أو الرقبة، هنا قد يفيد تحري أجسام مضادة ذاتية ضد الدرقات. على الرغم من أن المتلازمة المناعية الذاتية متعددة الغدد من النوع الأول تظهر عادة في مرحلة الطفولة، إلا أن مكونات المتلازمة بما في ذلك قصور الدرقات قد تتأخر إلى البلوغ. وفي هذه الحالة في الحالة النادرة التي يراجع فيها بالغ مع قصور درقات وعليه قصة أحد مكونات المتلازمة المناعية الذاتية متعددة الغدد مثل داء مبيضات البيض، داء مبيضات الجلد المخاطي، هنا من المهم تقييم وظيفة الغدد الكظرية لاستبعاد قصور الكظر والنظر في تقييم طفرة الجين منظم المناعة الذاتية المسؤول عن متلازمة المتلازمة المناعية الذاتية متعددة الغدد الـ AIRE. تطبيق قصور الدرقات، من الضروري مراقبة نقص كلس الدم بعد استئصال الغدة الدرقية شبه كلي أو الكلي. هنا يجب قياس مستوى الكلس والألبومين في الدم مساء الجراحة وفي صباح اليوم التالي. يجب إعطاء الكلس عن طريق الفم أو الوريد ومكملات الفيتامين الكالستريول عن طريق الفم بناء على نتائج الكلس المصحح. المرضى الذين لديهم قصور درقات حاد مع انخفاض سريع في الكلس في الدم وهرمون الباراثرمون ما يؤدي لظهور أعراض حادة، يستطب العلاج الإسعافي في المرضى الذين يعانون من تكزز أو اختلاج أو تطاول فترة كيو تي بشكل ملحوظ على المخطط الكهربائي.
هنا العلاج الإسعافي عند البالغين يبدأ العلاج عن طريق الحقن الوريدي الأمبولي واحدي الساعة 10 ملي من 10% من جلوكونات الكالسيوم، تحوي على 90 ملي جرام من عنصر الكالسيوم، من كالسيوم العنصري لكل 10 ملي. هاي الأمبولي نحطها في 50 ملي من سيروم دكستروز التركيز 5%، تسرب خلال 10 إلى 20 دقيقة، متبوعة بالتسريب في الوريد لجلوكونات الكالسيوم. ويجب بدء بالتناول الكالستريول الفموي نص ميكروغرام مرتين يوميا، والكالسيوم كالسيوم 1 لـ4 جرامات من كربونات الكالسيوم الأولية يوميا مقسمة على عدة جرعات في أسرع وقت ممكن، أي في حال المريض قادر على تناول مكملات الكلس عن طريق الفم. في حال كان الكالسيوم في الدم في نطاق آمن أكثر من 7.5 ملغرام/ديسيلتر والمريض ما في عنده أعراض، هنا نخفف الكالسيوم الوريدي تدريجيا. بالنسبة للأطفال تدوير الحاد عن طريق تسريب وريدي لجلوكونات الكالسيوم، أيضا 90 ملغرام من عنصر الكالسيوم 10 الفيال فيها 10 ملي، معدل أبطأ معدل لا يزيد عن 2 ملي على الكيلو خلال 10 دقائق مع مراقبة معدل النبض عن كثب وفترة يو تي. المرضى اللاعرضيين مع انخفاض حاد في الكالسيوم مصحح، اي الكلس مستوى اقل او يساوي 7.5، نقترح ايضا العلاج بالكالسيوم الوريدي. بالنسبه للبالغين المصابين بدرجات معتدله خفيفه من الاعراض على سبيل المثال تنميل ونقص كالسيوم الدم، كالسيوم الدم مصحح اكثر من 7.5 ملغرام ديسيلتر، يكفي العلاج الاولي بمكملات الكالسيوم وفيتامين د عن طريق الفم. في قصور الدرجات المزمن التدبير الاول، نقترح مكملات للكالسيوم وفيتامين د بدلا من الهرمون الجار الدرقي الهرمون الدرقي البشري المأشوب. الكالستريول هو المستقلب المفضل لفيتامين د لانه لا يتطلب تنشيط كلوي، وله بداية سريعة للعمل ساعات وعمر نصف قصير وعمره نصف قصير. من النظائر الأخرى الفيتامين د المقبولة الألفا كالسيتيول والديهيدرو تيتشي ستريول. تعد إضافة البي تي اتش 81 المأشوب خيارا للمرضى الذين يعانون من قصور الدريقات المزمن والذين لا يستطيعون الحفاظ على مستويات ثابتة من الكالسيوم في الدم والبول مع مكملات الكلس والفيتامين د. هنا عندنا جدول لتدبير المرضى بعد جراحة الدرق. أول شيء بعد الجراحة في مساء الجراحة نعاير الكلس مساء حوالي الساعة 8 مساء، في حال المعالجة في حال كلس الدم أقل من 7.5 ملي جرام على الديسيلتر نعطي كالستريول نص ميكروغرام 3 مرات يوميا لمدة 3 أيام، وكالسيوم جلوكونات 3 جرام في لتر سيروم سكري 5% نصف نظامي وريديا بمعدل 100 ملي بالساعة. في اليوم الأول بعد الجراحة نقوم بمعايرة الكلس والفوسفور الصباح تقريبا حوالي 6 صباحا. في حال كان الكلس أقل من 7.5 نضيف أيضا معايير المغنيسيوم. النتائج التالية، إذا كان الكالسيوم أقل من 7.5 ملي جرام ديسيلتر نعطي كالستريول نص ميكروغرام مرتين يوميا لمدة 3 أيام، تقييم الاستجابي حسب تقييم الجرعة حسب استجابة الكلسية، وكالسيوم جلوكونات كمان 3 جرام في لتر سكري مع نصف نظامي نورمال سالين بمعدل 100 ملي بالساعة. أيضا ممكن نعطي كربونات الكالسيوم 1 لـ4 جرامات كالسيوم عنصري فمويا يوميا مقسم عدة جرعات تعديل حسب الاستجابة. في حال كان الكالسيوم بين 7.5 و8 نعطي كالستريول نص ميكروغرام مرتين لمدة 3 أيام، وتعديل يعتمد التعديل على استجابة الكلس، ونعطي كربونات الكالسيوم فمويا ومقدار 1 لـ4 جرامات
فمويا مقسمة عدة جرعات، كمان تعديل الجرعة حسب الاستجابة. في حال كان الكبس أكثر من 8 ملي جرام على الديسيلتر نعطي كالسيوم جلوكونات 1 جرام كالسيوم عنصري فمويا مرتين يوميا. في حال مغنيسيوم أقل من 2 ميكروغرام نعطي سلفات مغنيسيوم 4 جرام في 100 ملي نورمالسالين وريدي بمعدل 33 ملي بالساعة، مع أكسيد المغنيسيوم 400 ميكروغرام فمويا مرتين باليوم لمدة شهر. في اليوم التالي من 2 لـ 4 ملي الجراحة. إذا كان الكالسيوم في اليوم، إذا كان الكالسيوم في اليوم الأول أقل أو يساوي 8 ميكروغرام باليوم، أقل من أو يساوي 8 ملي جرام على الديسيلتر، هنا من عدد الكالسيوم الكلي والفوسفور. في حال الكالسيوم الكلي كان أقل من 7.5 نعطي كالستريول 0.25 جرام 3 مرات يوميا، وجلوكونات الكالسيوم كمان 3 جرامات في لتر سكري كالعادي معدل 100 ملي، ونعطي أيضا كمان كربونات الكالسيوم 1.4 جرام كالسيوم عنصري فموي مقسم مع عدة جرعات وتعديل الجرعة حسب استجابة الكلس. في حال كان أقل من 7.5 وبدون أعراض، هنا نعطي كالستريول 0.25 جرام 3 مرات يوميا، وكربونات كالسيوم 1.4 جرام فمويا مقسم مع عدة جرعات. في حال الكلس كان من 7.5 لـ 8.4 ملي جرام، وكان الفوسفور أكبر أو يساوي 4.5، نعطي كالستريول 0.25 جرام يوميا، وكربونات الكالسيوم 1.4 جرامات فمويا مقسم على عدة جرعات، تعديل الجرعة حسب استجابة الكلس. وهل كان الكالسيوم من 8.5 لـ 9.4 والفوسفور أقل أو يساوي 4.5، كالسيوم كربونات 1.4 جرام فمويا مقسم على عدة جرعات. في حال كان الكالسيوم أكثر من 9.5 هنا ما في داعي للعلاج. بالنسبة للعلاج الفموي لفرط أو قصور الدريقات، العلاج بالكلس للبالغين 1000 لـ 2000 ميكروغرام كالسيوم عنصري يوميا، تشمل الحمية والمكملات الغذائية المكملات الدوائية، مقسمة عدة جرعات، ممكن استخدام كربونات كالسيوم أو السيترات الكالسيوم. فيتامين د ممكن استخدام الكالستريول هو الأفضل، جرعة مبدئية من 0.25 لـ 0.25 ميكروغرام يوميا، جرعة صياني من 0.5 حتى 2 ميكروغرام. أيضا من الأشكال الأخرى فيتامين د الفا كالسيدول، جرعة مبدئية من 0.25 ميكروغرام يوميا، جرعة صياني من 0.5 لـ 1 ميكروغرام يوميا، والديهيدرو تيتشي سترول من 2.10 لـ 1.2 ميكروغرام يوميا. أيضا في حال تطلب الأمر ضبط فرط إفراز الكلس البولي، ضبط فرط الكلس البولي، يمكن استخدام المدرات مثل الهيدروكلورثيازيد بجرعة 2.5 لـ 50 ميكروغرام يوميا. مراقبة العلاج وأهدافه، مطلوب مراقبة الكلس البولي والمصلي وفوسفات المصل أسبوعيا في البداية حتى يتم الوصول إلى تركيز مستقر للكلس عادة عند الحد الأدنى من المعدل الطبيعي. بعد ذلك تكون المراقبة على فترات أطول من 3 إلى 6 أشهر. أهداف العلاج في المرضى، المرضى قصور الدريقات تخفيف الأعراض، رفع تركيز الكلس والحفاظ على تركيز الكلس في النطاق المنخفض الطبيعي، على سبيل المثال بين 8 و 8.5 ملغرام على الديسيلتر، بمنع تطور الحصيات الكلية على جمع إنشاء. الحصول على قيم أعلى ليس ضروريا، وعادة ما يكون مقيد بتطور فرط كلس البول أو فرط كلس البول بسبب فقدان تأثير حبس الكالسيوم الكلوي للباراثرومون. هيك بيكون انتهينا لمحاضرتنا، وعذرا عن الإطالة. الله يعطيكم العافية.